انا ماني سرقه اختي، عم تسمعيني؟ بدك شي سيما؟ ما بدك تتروقي؟ هلا باكل بالجامعه. طيب بس اعملي حسابك من بعد الجامعه في عنا اجتماع سوا. ليش في شي؟ نحكي بس ترجعي. طيب يلا باي. باي. ليش ما حكيتني امبارح؟ طيب بقدر اشوفك اليوم؟ عاوزتك بشغلة كتير مهمة. ناطرتك ما تتأخر. اوكي مع السلامة. بكي شي اختي؟ شو صار بي اللي حكينا فيه آية؟ بشو حكينا؟ ربح النادي. انه لهالدرجة انت طماعة؟ طب ما كفيك المصاري اللي ترك لك اياهم البابا؟ كمان بدك تاخدي مني ارباح النادي؟ لا اختي ابدا، انا مني طميعة، هيدا حقي. لا مش حقك، انا يلي الي حق عندك. انا وكل اخواتي. مش تسرقي منا. انا مني سرقة اختي، عم تسمعيني؟ انا مني سرقة. ايا رجعي لهون. ايا شو بدي اعمل؟ رح اضطر اعطيها كل ارباح النادي لسيما. عن جد كبرت بعيني يا آية. بس بتعرفي شغلة؟ انت محترمتها لاختك الكبيرة وهي مش فارقة عندها حدا. سيما كتير تغيرت، ما كانت هيك ابدا. شو كان بدي اقلك؟ قول حبيبي. انت مش حابة تكبر النادي وتجيب عليه مكانات جديد؟ بلا اكيد، انا بحب طور حالي وطور شغلي، بس هلا ما في، ما عندي امكانيات حتى اجيب اجهزه غاليه من برا هلا. انا حابب ساعدك. كيف بدك تساعدني؟ في زبون بيجي لعندي على المحل بده يفتح نادي وعم يفتش على شريك معه. انا قلت بقترح عليه انه يفوت شريك معك، وبس يجوك مصرياتك بنعطيه نسبته وبضل كل النادي لك. نادي باسم سيما مش باسمي، يعني انا ما فيني اتصرف بشي من عندي، ما فيني. صح، نسيت انه نادي باسم سيما. انا كان بدي بس انه تحسن وضع شغلك يعني كرمالك. ما تعطي الهم حبيبي، انا معي شويه مصاري. مصاري من وين؟ اذا مصريات النادي مش عم يروحوا لك. بابا الله يرحمه فتح لي حساب بالبنك باسمي، وفي بقلبه 200,000 دولار. هلا بسطتيني. تعال نشوف البنات شو عم نعمل.